اتهمت قوة الدعم السريع الجيش السوداني بالاستعانة بمقاتلين من جبهة تحرير تيجراي خلال الصراع الدائري بين الطرفين. وقال بيان الدعم إن لديه معلومات موثقة بوجود قوات من جبهة تحرير تيجراي إلى جانب قوات الجيش. رحبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية تقدم في بيان لها، رحبت باتفاق تسهيل المساعدات بين الجيش والحركة الشعبية شمال، ودعا بيان لتقدم قيادتي الجيش والدعم للعودة إلى منبر جدة واستئناف التفاوض. كما جددت التنسيقية دعوتها للجيش وقوة الدعم لإزالة العراقيل أمام وصول المساعدات. هذا وكان الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة ونائب القائد العام اتفق مع الفريق عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية في جوبا على تسهيل إيصال المساعدات فورا إلى مناطق الحكومة والحركة. كما اتفق الطرفان في حضور أيضا مستشار رئيس الجنوب جنوب السودان، اتفقا على عقد اجتماع خلال أسبوع بين الحكومة والحركة لتوقيع وثيقة خاصة بالعمليات الإنسانية. وأيضا أوضح أن الحلو أكد جهوزيته للبحث عن حلول لأزمة السودان مع الحركة الشعبية. ونحن نناشد كل الطرف ونحن نناشد كل القوى السياسية الموجودة في السودان، نحن مراجعين منبر جدة ممكن حل المشكلة بين الجيش السوداني والحكومة السودان مع دعم السريع في منبر جدة. بعد تم حل السياسي بين الحكومة السودان ومنبر جدة مع دعم السريع، بعد حل يتم الملف السياسي الآخر القوى السياسية حركة شعبية مع حكومة السودان، يكون في رؤية واضحة لحل السودان الجديد بنصف جديد وباتفاق جديد بين كل الشعب السوداني ويرضى كل الأطراف الموجود في السودان. قالت ليني كلينزلي مسؤولة الاتصال والمتحدثة الرسمية في منظمة الغذاء العالمي في مقابلة مع الحدث إن إيصال المساعدات إلى السودان ضرورة لدى المنظمة دون معوقات، مضيفة أن المنظمة ترحب بأي اتفاقات تسمح بذلك. نحتاج في منظمة الأغذية العالمية إلى ضرورة وصول المساعدات إلى السودان، ونرحب بأي قرارات تسمح لنا بتحقيق هذا الهدف، وذلك للحيلولة دون حصول مجاعة في إقليم دارفور، حيث يوجد ما يقرب من 2 مليون شخص يكادون يموتون جوعاً في ظل انعدام الأغذية، وهذه كارثة غير مسبوقة تتكشف أمام أعيننا.